بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وعنا على تقديم إن شاء الله ما يفيد الجميع. مساكم الله بالخير جميعا. بداية نشكر لكم حضوركم الكريم واهتمامكم حقيقة في هذه الندوة والتي هي بعنوان الحوكمة في المؤسسات الحكومية. كما تقدم بالشكر بداية للأكاديمية المالية لهذا التنظيم وهذه الشراكة الإيجابية في تعزيز وتثقيف المجتمع في عدد من الموضوعات، ومن ضمنها موضوع الحوكمة، وذلك بالتعاون مع شركة حلول الحوكمة في تقديم عدد من الورش التثقيفية والتوعوية التي راح تقدم الفترة القادمة، سواء على مواضيع الحوكمة أو الرقابة أو كذلك في مواضيع ذات صلة بالحوكمة. بداية أعرفكم بنفسي، نايف الخليفة، حصل بكالوريوس من جامعة الملك سعود، متخصص في مجالي المراجعة الداخلية والحوكمة، عضو لمجالس إدارات ولجان مراجعة، ورئيس لمجلس إدارة شركة حلول الحوكمة، ومشارك في تأسيس عدد من الشركات والمشروعات النوعية وإدارتها مع عدد من الجهات من ضمنها الجهات الحكومية، استشارا لعدد من مجالس الإدارات، ومهتم ومؤلف في مجال المراجعة الداخلية وتطوير الأعمال. وبادي ذي بدء راح أذكر لكم منهجيتنا إن شاء الله في التقديم، والتي راح تشمل في البداية تقديم العرض، وخلال فترة العرض أو التقديم راح ننتقل لطرح بعض الاستبيانات لمشاركة الإجابات للحضور، وهي في صلب الموضوع الذي راح نتناقش فيه. ومن ثم كذلك راح يعمل الزملاء المنسقين على جمع الأسئلة والاستفسارات وتنقيحها، ومن ثم مشاركتها معي لإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات في نهاية هذا اللقاء بإذن الله. بداية نتحدث عن شركة حلول الحوكمة. هي أول شركة سعودية متخصصة في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، وتعمل على عدد من القطاعات في تعزيز مفاهيم الحوكمة وبناء قدراتها في القطاع الحكومي والخاص والقطاع الغير ربحي، وكذلك تقدم جهود نوعية في جانب التوعية والتثقيف في مجالي الحوكمة والمراجعة الداخلية. محتوى العرض اليوم بإذن الله اللي راح نقدمه مقدمة عامة عن الحوكمة وقواعد ومرجعيات الحوكمة، وكذلك تجربة المملكة في تفعيل مبادئ الحوكمة، والحوكمة في رؤية المملكة 2030، ومبادئ الحوكمة في القطاع العام، وكذلك في المؤسسات القطاع العام، ومسؤوليات وأدوار المسؤولين عن الحوكمة، الحوكمة في جائحة كورونا كحالة عملية راح نتناقش فيها ونتشارك في هذا النقاش بإذن الله. بداية نتكلم عن مقدمة عن الحوكمة بشكل عموم. كمفهوم عام قد لا يجد أحد منا تعريف ثابت أو تعريف إطار ثابت من ناحية تعريفية للحوكمة بشكل متفق عليه، إلا أن الجميع اتفق على مفاهيم أو مفهوم ثابت للحوكمة، وهو النظام الذي يتم من خلاله إدارة المنظمات والتحكم في أعمالها واستدامتها. لذا راح نجد أننا نتعامل مع هذا المفهوم على أساس المبادئ والقيم التي تعمل حقيقة على تحقيق الاستدامة وتنظيم هذه المنظمات وفق أطر محددة ومنهجيات يتم العمل على أثرها. أسباب الظهور قد تكون، يعني هناك عدة أسباب، ولكن وجهة نظري من أبرز تلك الأسباب التي ظهور الحوكمة والاحتحاج لها، منها النمو والتوسع الهيكلي خاصة في جانب الأنشطة والخدمات على مستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص أو غير ربحي. شهد العالم من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ورح نتطرق لها في جانب التاريخي للحوكمة، توسع غير مسبوق ونمو كبير جدا على الأنشطة والخدمات، أدت إلى ظهور أو الحاجة للحوكمة بشكل كبير. ولهذا السبب يعني ظهرت حالات تؤدي إلى تعارض المصالح بين، في ظل هذا التوجه وفي ظل هذه الإدارة الشمولية
الاستراتيجية، مما جعل الحوكمة حقيقة هو العلاج الذي يعني بالإمكان أن يصحح هذا المسار ويضمن استدامة الأعمال. بالإضافة إلى التوجه إلى الخصخصة، وكثير من الحكومات بدأت تعمل على هذا المفهوم، ولعل بعض الدول فشلت في هذا الجانب، ويعود هذا الفشل حقيقة لضعف الحوكمة أو غيابها في مفاهيم الخصخصة والإدارة التي تتطلب حقيقة وجود إطار واضح وعملي لتعزيز تلك القيم والمبادئ. التطور التاريخي، بداية نتحدث أن الحوكمة له يعني ارتباط التاريخي عريق جدا، وإن كنا دائما نشير على التحولات التاريخية اللي أدت إلى أهمية الحوكمة وأهمية تواجدها بشكل كبير. لذا نجد في التطور الصناعي الذي بدأ منذ الحرب العالمية الثانية أو منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبما يعرف ب يعني النمو الصناعي والتطور الصناعي الذي نتج بسبب التسلح أو تسلح الدول وتوجهها لبناء قدراتها الصناعية المصاحبة لتلك الإمكانيات العسكرية والتوجهات التي تساعد في هذا الجانب، كان لجميع الدول اهتمامات، وخاصة الدول الكبرى اهتمامات في هذا الجانب، مما أدى إلى وجود نمو وتوسع في الأنشطة والخدمات، وكذلك على مستوى الأخلاقيات في التعامل مع هذه الملفات بعد ما شهد العالم في أزمات الحروب السابقة من تحديات أدت إلى كوارث اجتماعية واقتصادية خطيرة جدا. كذلك من العوامل التاريخية ومحطات التاريخ هي العولمة، ولا شك أن العولمة في مفهومها الشمولي وانفتاح العالم وجعل العالم كمظلة واحدة اقتصادية وتجارية، جعل الحوكمة حقيقة أهمية كبيرة جدا في تأطير هذه العلاقة، وخاصة في الممارسات التي قد تقع في ظل الحوكمة والتي قد تخالف بعض الأنظمة والتشريعات في تلك الدول. لذا كان الملف في العولمة صولات وجولات كبيرة جدا، من شهد ومن تابع ومن قرأ عن العولمة وفي مرحلتها، وخاصة في ارتباط الدول في المنظمة التجارة العالمية، كيف أن العولمة يعني كان أكثر ملف يدار في هذا في هذه الملفات هو جانب الحوكمة والممارسات الأخلاقية والالتزام بالتشريعات والأنظمة وكل ما يعنى في هذا الجانب. لذا كان للحوكمة حقيقة حضور كبير جدا وممارسات عملية مرتبطة بالممارسات الأخلاقية والالتزامات التي ساعدت في حقيقة إيجاد أو ظهور كمفهوم الحوكمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية. كذلك من تلك المحطات أزمات أسواق المال التي شهدتها أسواق جنوب آسيا أو بمعرف بدول النمور الآسيوية في عام 97، حيث شهدت مجموعة انهيارات اقتصادية ومالية ناتجة بممارسات في تلك الفترة تأثرت فيها الأسواق المالية بشكل مباشر، حتى أن صاحبت هذه الأزمات أزمات كذلك في دول أخرى من ضمنها دول أمريكا اللاتينية. ولعل هذه بعض المحطات التي جعلت لملف الحوكمة أهمية نسبية وسخونة في الساحة الإدارية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الأصعدة للتعامل مع تلك الأزمات بمفاهيم السيطرة ومفاهيم الاستدامة لواقع الاقتصادي واقع المجتمعات، بعيدا عن الممارسات والأخطاء التي وقعت أو قد تقع في وقت أو في آخر. طبعا حينما نتحدث عن الحوكمة على مستوى القطاعات، لا شك أن الاهتمامات تختلف، بمعنى حينما نتحدث عن الحوكمة في القطاع الغير ربحي، فنجد أن القطاع الغير ربحي يرتكز على أهداف مختلفة عن القطاع الخاص وعن القطاع الحكومي. لذا نجد أن المبادئ والقيم التي تقوم عليها الحوكمة في القطاع غير الربحي هي تختلف نسبيا وذات أولويات في جوانب أخرى مختلفة في القطاعات الأخرى. وكذلك القطاع الخاص والذي يقوم في الأساس على أساس تعزيز الربحية والأنشطة التجارية ذات العلاقة، لذا نجد أن مفاهيم الحوكمة
في القطاع الخاص كمبادئ وقيم للممارسات والأطر الرقابية لها تختلف. وحينما نتحدث بالتأكيد على القطاع الحكومي والذي يعنى حقيقة في الدرجة الأولى في مفاهيم الحوكمة، ونظرا لارتباط جميع هذه القطاعات والجميع ما يعنى في الدورة الاقتصادية من علاقة البشر وعلاقة الاقتصاد ببعض، وجميع الممارسات تندرج تحت هذا القطاع الهام جدا، لذا فتكون الحوكمة ذات أولوية قصوى وذات أهمية عليا جدا في القطاع الحكومي لتعزيز قدرات القطاعات الأخرى وتعزيز استدامة الحياة بشكل عام من ناحية وجود الأنظمة والتشريعات التي تساعد على ذلك. ولعلنا نشهد في هذه الأزمة، أسأل الله أن يعافينا ويعافي الجميع منها وأن يصرف عنا شرها، نشهد يعني تحول تاريخي أو غير مسبوق لأجهزة الدولة في التعامل مع هذا الملف، والذي راح نتطرق له في حالة عملية في آخر هذا اللقاء. كتعريف للحوكمة، مثل ما ذكرنا سابقا اختلفت التعاريف، ويمكن يعني أردت أن أشارككم هذا التعريف لمؤسسة يعني عريقة جدا تعنى في هذا الجانب، وهو المعهد المدققين الداخلي الأمريكي، حيث عرف الحوكمة في القطاع العام بأنه مزيج من السياسات والإجراءات والنماذج التي يضعها مجلس الإدارات للإرشاد والتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة المنظمات الحكومية لحماية حقوق أصحاب المصالح وتحقيق أهداف تلك المنشأة. ولو تأملنا هذا التعريف لوجدنا أن هذا التعريف يشتمل على مجموعة من القيم والمبادئ التي تساعد حقيقة في تعزيز الاستدامة والنمو والحماية، وهذه جميعها مصطلحات دائما نشهدها في إطار الحوكمة بجميع مفاهيمها وممارساتها. الآن عندنا سؤال راح يطرح وراح يظهر أمامكم على الشاشة، أتمنى من الجميع المشاركة، وسوف نشارك الإجابة بإذن الله مجرد ما ننتهي. أمامنا دقيقتين بإذن الله، دقيقة ونصف للإجابة على هذا السؤال، ومن ثم سوف نشارككم الإجابة بعد الانتهاء. كما يظهر السؤال أمامكم، عبارة عن استفتاء الإجابة أو استبيان على الإجابة عن تطبيق الحوكمة في القطاع العام، لا شك أن في تباين دائما في الآراء في هذا الجانب، وخاصة أننا لما نتحدث عن الحوكمة في القطاع العام قلما نسمع دائما من يتحدث في هذا الجانب ويركز في هذا القطاع. دائما نسمع الحوكمة في القطاع الخاص وكذلك في المنظمات أو القطاع الغير ربحي مؤخرا، لكن لم نسمع من قبل عن الحوكمة في القطاع العام بشكل كبير مثل ما بدأنا نسمع في هذا الجانب بعد رؤية المملكة 2030. طيب، مثل ما تظهر الإجابة أمام الجميع، 10% يرون أن الحوكمة، تطبيق الحوكمة في المؤسسات القطاع العام ضروري ولكنه غير قابل للتطبيق. 86%، وهي النسبة الأكبر، مطلب وضرورة ملحة وقابل للتطبيق بدرجة كبيرة، وهذا تفاؤل جميل. 3% ومفهوم غير قابل للتطبيق في القطاع الحكومي، و 1% تضع مزيدا من الأعباء على الإدارات والعاملين. نشكر لكم تفاعلكم وإجابتكم على هذه الأسئلة، ونستكمل لقاءنا. كذلك مثل ما أشرنا أنه راح يكون عندنا كذلك سؤالين، أو عفوا 3 أسئلة أخرى بنفس النسق أو بنفس الطريقة، ونتمنى دائما تفاعل الجميع ومشاركته. أهداف الحوكمة في القطاع الحكومي بحسب الاتحاد الدولي للمحاسبين ينص على أنه أهداف الحوكمة تعزز أو تعمل على الاستخدام الأمثل للفاعلية للموارد الدولة وتعزيز المساءلة والإدارة تلك الموارد وتحسين العمليات الإدارية وتحسين تقديم الخدمات والمساهمة في تحسين جودة حياة السكان ومعيشتهم وبناء الثقافة
في كيانات القطاع العام على الممارسات الأخلاقية وما إلى ذلك، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز لسياسات الدولة، قواعد ومرجعيات الحوكمة. الحوكمة يعني مثل غيرها من المهن الأخرى ومن المجالات الأخرى التي تعمل أو تنطلق من منطلقات مهنية وتأخذ في الحسبان معايير ذات بعد أخلاقي وممارسات أخلاقية، فهي تتعامل مع مجموعة من المنظومات والمنظمات الدولية وكذلك المحلية في تحقيق هذا الإطار أو تحديد هذا الإطار الذي يناسب كل قطاع وكل جهة قد تستفيد وتعمل على بناء أطر الحوكمة. ولعل من تلك المرجعيات الدولية المعروفة وهي منظمة التعاون الاقتصادي والاقتصاد والتنمية، وهي منظمة عريقة تعمل على تقديم على إنعاش يعني هذا المفهوم وتقديم كل ما يعنى في تمكين الحوكمة حقيقة على المستوى المفاهيمي والتطبيقي والاسترشادي. ولا شك أن هذه الجهود التي تقدم نطمح بأننا نرى مؤسسات محلية تقوم بمقام هذه المنظمة أو منظمات التي تقوم في على المستوى الدولي في تعزيز مفاهيم الحوكمة. كذلك لدينا مؤسسة التمويل الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية، ولعل العاملين في القطاع البنكي يدركون أهمية نتائج بازل في جانب الرقابة والحوكمة وفي تمكين هذا القطاع بشكل كبير لتعزيز قدرات الحوكمة والرقابة على جميع الأصعدة. كذلك على المستوى المحلي لدينا وزارة التجارة، ولا شك أن وزارة التجارة تقوم بجهود عظيمة في تعزيز هذه المفاهيم سواء على مستوى الشركات بشكل عموم أو تركيزها في الفترة الأخيرة على موضوع الشركات العائلية نظرا لأهميتها وارتباطها الاقتصادي الكبير وتأثيرها الاقتصادي على الناتج المحلي أو على الناتج غير النفطي. فأصبح لوزارة التجارة جهود تبذل في هذا الجانب، ولا زالت كذلك لتعزيز مفاهيم الحوكمة وممارستها بالشكل المطلوب. كذلك لدينا هيئة سوق المال وهي من المرجعيات المحلية التي تعمل على تعزيز قدرات الحوكمة للشركات المدرجة والتي تندرج تحت مظلتها وتحت أنظمتها. وكذلك لدينا مؤسسة النقد من المرجعيات المحلية المهمة حقيقة في هذا الجانب لبناء إطار الحوكمة أو لتعزيز الحوكمة والتزاماتها في الشركات والقطاع أو القطاعات المالية بشكل عموم التي تندرج تحت مسؤوليتها. وكذلك المرجعيات المحلية نتكلم عن الجانب الرقابي المهم جدا حقيقة في هذه المفاهيم. لدينا النيابة العامة وكذلك الديوان العام للمحاسبة والهيئة العامة الوطنية أو الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد بما تعرف بنزاهة. جميع هذه المنظومات الرقابية أو الأجهزة الرقابية تعمل على بشكل دائم ومستمر على تقييم ممارسات الالتزام والحوكمة في الجهات الحكومية، وهي ممكن قوي جدا. ونشهد يعني بين فترة وأخرى قدرات هذه الأجهزة على مستوى رفع الضبط وكذلك الالتزام بالأنظمة وتقليل الممارسات والتجاوزات التي تنتج عن ممارسات فساد أو احتيال من أفراد أو من منظمات قد تكون مرتبطة بهذه الأجهزة أو قد تكون عاملة في مظلة هذه المؤسسات الحكومية. لذا بأهمية مكان أن نذكر بأن إطار الحوكمة أينما وجد إن لم يكن له جهاز رقابي يعمل على تفعيله وعلى التحقيق من سلامة تطبيقه بالشكل المطلوب والعمل بكامل الشفافية والإفصاح لإظهار الممارسات والتجاوزات التي قد تقع من تلك الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وإلا أننا تصبح عندنا حوكمة حبر على ورق وليس لها أي قيمة ذات جدوى في هذا الجانب. تجربة المملكة في تفعيل مبادئ الحوكمة، لا شك أن تجربة المملكة هي تجربة عريقة وليست ذات يعني ممارسات وليدة، ولعل البعض قد يستغرب من هذا الجانب ويعتقد أننا إحنا بدأنا من قريب نسمع عن الحوكمة وعن احتياجها وعن ممارسات الحوكمة وما إلى ذلك من جانب الحوكمة، بل أنه حتى في الإعلام أصبحت تكرار كلمة الحوكمة الفترة الأخيرة كبير جدا ومطالبات،
ولا يعني ندرك أننا نمارس جانب كبير من الحوكمة في عدد من مؤسسات الدولة منذ عهد قديم، ولكن ما يجعل الحوكمة يعني مهضومة لفترة طويلة بأن الإعلام لم يسلط هذا الدور على الدور المؤسساتي في الدولة وكيف أن تدار بشكل احترافي ومهني من عهد سابق وحتى هذه اللحظة. وإن كان الآن بدأنا نتحول بمفاهيم متقدمة في الحوكمة على مستوى مشروعات كما سوف نتطرق له في رؤية المملكة، لذا كان المجلس الشورى في تعزيز مبادئ المشاركة في صياغة السياسة العامة والمشاركة المجتمعية من خلال هذا المنبر ممكن كبير جدا في هذا الجانب ومعزز حقيقة لأجهزة الدولة ولتوجهات وقرارات الدولة سواء الاستراتيجية أو المرحلية التي تعنى في جميع الشؤون الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك حتى السياسية. لدينا كذلك في تعزيز مبادئ المشاركة في إدارة شؤون الدولة الانتخابات البلدية، ولقد شهدنا في الفترة الأخيرة أهمية هذه الانتخابات وكيف أننا نعمل على تطوير المستوى الثقافي على مستوى المجتمع في بناء الثقافة، ثقافة الحوكمة والمشاركة الاجتماعية، وهي من مبادئ التي سوف نتطرق عليها لاحقا من مبادئ الحوكمة ذات الأهمية والتي تعزز حقيقة لهذه المشاركة من جميع أطياف المجتمع وكذلك على مستوى الجنس من ناحية الذكور والإناث في مشاركتهم في هذه الانتخابات، والعمل على إيجاد ممارسات وتطبيقات قد تعتبر ناضجة من بدايتها من خلال ممارسات التوعية التي سبقت هذا النشاط أو هذه الانتخابات المجتمعية. كذلك لدينا النظم والمجالس المحلية والبلدية والإدارة المحلية بشكل عموم التي تنطلق من خلال منطلقات النظم والتشريعات التي تسنها الدولة في تعزيز هذه المفاهيم، ولعلنا في مجلس هيئة الخبراء التابع للديوان الملكي نجد أنه يحتضن عدد من الأنظمة والتشريعات وجميع ما يحتاجه الإنسان في تنظيم الدول، ما تحتاجه في تنظيم العلاقة بينها وبين شعوبها وكذلك مؤسساتها. نجد أنه تلك السياسات والإجراءات يفصح عنها بشكل جيد وتضمن ضمن السياسات والأنظمة التي أدرجت في هذه المنصة أو ما يتم نشرها من خلال المنافذ أو البوابات الرسمية التابعة لها. حوكمة الرؤية، لماذا حوكمة الرؤية أو رؤية المملكة 2030؟ لا شك أن الجميع يعني يشهد منذ انطلاق الرؤية اهتمام كبير جدا على المستويين سواء المحلي أو الدولي في توجهات الدولة في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية، وهذا يعود لأن الرؤية تلامس جميع الأهداف الاستراتيجية والمرحلية للعلاقات المحلية أو العلاقات الداخلية المباشرة وكذلك العلاقات الخارجية. فبأهمية بمكان بما أننا نعمل وفق منظومة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة المحلية والدولية، كان للحوكمة في الرؤية اهتمام كبير جدا، بل أكد على ذلك سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان في لقاءات سابقة لأهمية الحوكمة في ضمان نجاح الرؤية وتحقيق استدامتها وأهدافها الاستراتيجية. فالرؤية تحمل أو تنطلق من منطلقات ثلاث كما هو معروف لدى الجميع، من وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. جميع هذه الركائز الثلاث تم بنائها وتحديد أهدافها الاستراتيجية وتحديد البرامج التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، ووضعت الأبعاد التي تلامس تحقيقها وكذلك الجهات المعنية في تحقيق هذه المستهدفات. من خلال هذا التوصيف اللي حاولت أن أختصره بهذا التوصيف البسيط، نتحدث عن منظومة عمل، نتحدث عن خلايا عمل، نتحدث عن تحديات، عن مخاطر، عن
أهداف يجب أن تتحقق، نتحدث عن مؤشرات أداء يجب أن تلبى حسب الاحتياج. جميع ما نتحدث عنه في هذه المظلة إن لم يكن مدرجة في منظومة ومؤطرة بإطار دقيق جدا، وإلا فسوف يكون هذه الجهود تذهب يعني هدرا وعبثا في أهداف غير مراد لها من تحقيقها في هذه الرؤية. لذا كانت الأهداف أو أهداف الحوكمة تسعى إلى تحقيق عدد من تلك الأهداف، والتي منها فعالية تلك الإجراءات كمؤسسات حكومية وتعزيز جانب الشفافية والالتزام بمتطلبات الإفصاح وترشيد الإنفاق على الخدمات والتشغيل، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة مع الجمهور وتحديد أولويات تنفيذ تلك المبادرات. ومثل ما ذكرنا بأن إطار الحوكمة في الرؤية وجد في الرؤية إطار عام وكذلك إطار مخصص لكل برنامج من تلك البرامج بل لتلك الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال مسيرة هذه الرؤية. ننتقل الآن لسؤالنا الثاني في هذا اللقاء، وأتمنى من الجميع المشاركة. ظهر السؤال أمامكم. السؤال في اعتقادي أو في اعتقادك يعني القارئ، ما هو درجة الوعي والتطبيق للحوكمة في مؤسسات القطاع العام في المملكة؟ لدينا عدد من الخيارات متدينة وليس لديها الممكنات للتطبيق، متوسطة وعلى طريق الصحيح، متقدمة في تطبيق الحوكمة، هنالك تفاوت لافت للنظر في مستوى الوعي والتطبيق. أمامنا نصف دقيقة للإجابة على السؤال ثم نعود. تمام، الآن أمامنا النتيجة كما تظهر للجميع. 8% يرون أنها متدنية وليس لديها الممكنات للتطبيق، و 45% متوسط على الطريق الصحيح ولديها الممكنات الكافية للتطبيق، و 12% متقدمة في تطبيق الحوكمة، و 35% هنالك تفاوت لافت للنظر في مستوى الوعي والتطبيق. طبعا مستوى التفاؤل جيد بالمؤشرات اللي أمامنا، ولا شك الجميع يشارك برأيه ونمارس حقيقة من خلال هذه الإجابة مفهوم الحوكمة حقيقة في المشاركة في الرأي، وإن كنا نؤكد على أن هذا التفاوت مهم جدا لفهم حقيقة التحديات التي تواجه الحوكمة بشكل عام. نستكمل كذلك الجانب العرض. مثل ما تحدثنا قبل إيقافنا للسؤال، كنا نتكلم عن الحوكمة في الرؤية أو في رؤية المملكة 2030، ومن هذا المنطلق بالإمكان أننا نسقط هذه الحوكمة وهذا النموذج على عدد من المشروعات والنماذج المشابهة التي تقدم حتى في إداراتنا والتعامل معها. الحوكمة دائما تتعامل على توضيح المستويات وتوضيح الأدوار وتوصيفها بشكل جيد، لذا كانت الحوكمة تعمل لتعزيز هذه المبادئ والقيم في الدرجة الأولى لمنع وجود أي تفرد في السلطة أو أي ممارسات قد تعيق من تحقيق تلك الأهداف بسبب أو لآخر مرتبط في تعارض تلك المصالح. لذا نجد لدينا من ثلاث مستويات في الرؤية، وهي ذات أهمية على مستوى الرؤية بشموليتها وليس على مستوى البرامج وأنشطتها. فلدينا المستوى الأول وهو المستوى الذي يعنى في صياغة الرؤية وتحديد الأولوية أو الأولويات الوطنية وإطار الحوكمة، ويعمل على اعتماد هذه الرؤية وبرامجها متمثلا بمجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو في الدرجة الأولى. ومن ثم لدينا في المستوى الثاني اللجنة الاستراتيجية ومكتب الإدارة الاستراتيجية وبرنامج أو برامج تحقيق الرؤية ولجان البرنامج وارتباطها في هذا المستوى، وهي تعنى في تحديد برامج تحقيق الرؤية وآليات التنفيذ والمتابعة المستمرة لها. ولدينا المستوى الثالث وهو المستوى التنفيذي، والذي يتمثل في مكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية كما هو معمول في عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة. أما على مستوى البرامج، نشهد للحوكمة حضور لافت حقيقة في مجموعة من البرامج،
وان كنا ناخذ على سبيل المثال برنامج تطوير القطاع المالي، كيف ان الحوكمه حاضره في هذا البرنامج بشكل كبير جدا، وان كان من مؤشر فهو يؤكد على مستوى النضج حقيقه في تحقيق اهداف الرؤيه من خلال تلك الاطر التي وضعت والمسؤوليات التي حددت والمؤشرات الاداء التي ضبطت حقيقه لتحقيق هذا التصور والهدف الاستراتيجي او الاهداف الاستراتيجيه من الرؤيه. لذا نجد لدينا لجنه لبرنامج تطوير القطاع، وتم تحديد من هم الاطراف ذات العلاقه في هذه اللجنه. كذلك لدينا مسؤوليات وادوار محدده ودقيقه جدا لتلك اللجنه والمكاتب التي تنبثق من تلك اللجنه وارتباطها فيها، وكذلك حتى الفروع التي ترتبط فيها بحسب التسلسل وبحسب المسؤوليات والمهام. كذلك على مستوى النضج نشاهد نموذج لتقييم المخاطر موجود في برنامج من تلك البرامج 12 التي وضعت في الرؤية، وكيف أن هذا البرنامج يعكس مدى الفهم والوعي للتعامل وتصنيف وتسمية المخاطر أو توصيفها ونوعيتها، وكيف التدابير اللازمة التي يجب أن تتخذ للتعامل مع هذه المخاطر. بمعنى أننا لا نعمل وفق اجتهادات فردية أو غير منضبطة، بل أننا نعمل وفق منهجية لتحقيق هذه الرؤية. ولا شك التحدي دائما في العنصر البشري في التعامل حقيقة في تحقيق هذه الأهداف. لذا نجد أن التركيز على مستوى الكفاءات مهمة جدا، وخاصة أنه أخذت الرؤية على عاتقها في الاعتماد على مستوى عالي من الكفاءات والمهارات التي تستطيع التعامل مع هذه الملفات لحساسيتها ولفهمها المهني المرتبط في التعامل مع تلك البرامج والأنشطة. كما أن لدينا كذلك في مستوى التنفيذ مكاتب تحقيق الرؤية، ولدينا في جميع مؤسسات الحكومة ووزارات الدولة مكاتب لتحقيق الرؤية تعمل على قدم وساق لتنفيذ تلك البرامج والأنشطة والمبادرات التي تم اعتمادها وتصميمها مسبقا ضمن أنشطة وبرامج الرؤية. كذلك نتحدث عن إطار الحوكمة على في تنفيذ رؤية المملكة. أولا على مستوى رسم التوجهات والاعتماد، مثل ما ذكرنا سابقا فإن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعنى في الدرجة الأولى في هذا الجانب على مستوى تعزيز الحوكمة من خلال الاعتماد والمتابعة. وكذلك لدينا اللجنة المالية التي تعنى في اعتماد الميزانيات اللازمة لتحقيق تلك البرامج والأنشطة التي تحتاج لها تلك الجهات الحكومية لتنفيذ مبادراتها التي تم اعتمادها من المستوى الأول. كذلك لدينا الفريق الإعلامي المهم جدا حقيقة في الرؤية، وهو يعنى في تعزيز قيمة كبيرة جدا في المفاهيم الحوكمة، وهي قيمة الشفافية والإفصاح للأنشطة والبرامج التي يتم تقديمها. وكل خطوة تشهدها الرؤية نجد أن الحضور الإعلامي المصاحب للرؤية كبير جدا ومتفاعل بشكل كبير، وهذا قد يعتقد البعض أنه تغطية إعلامية، بينما حقيقة هو جانب مهم من جوانب الحوكمة، ويعمل هذا المفهوم على تعزيز قدرات الحوكمة في جميع الجهات وجميع الأطراف ذات العلاقة التي تلامسها تلك البرامج والأنشطة. على مستوى تطوير الاستراتيجيات لدينا اللجنة الاستراتيجية وهي في المستوى الثاني، وكذلك مكاتب الإدارات الاستراتيجية ومكتب إدارة المشروعات في المجلس، وارتباط كذلك وزارة الاقتصاد والتخطيط في هذه المنظومة، وكذلك لدينا مركز الإنجاز والتدخل السريع. وعلى المستوى الإنجاز كذلك كما أشرنا سابقا لدينا الجهات التنفيذية، ولدينا المركز الوطني لقياس الأداء للأجهزة العامة، وهو يعمل بشكل كبير لقياس مدى فاعلية ورضا المستفيدين من تلك البرامج، سواء كانت على مستوى الداخلي في داخل الأجهزة الحكومية، أو كانت لارتباطها ورضا وتعاملها مع الجمهور بشكل عام. آلية التصعيد كما أشرنا سابقا أن مزايا الرؤية أن تعاملت حقيقة في الإفصاح على مستوى عالي، والتعامل مع جميع الملفات بمفهوم الحوكمة بتطبيقات الحوكمة العملية وليست النظرية. لذا نجد حتى في جانب التصعيد من ناحية المدة الزمنية وكذلك المسؤوليات وارتباطها وكيف يتم التعامل مع هذه السلسلة
وهذه المراحل في آلية التصعيد لمواجهة التحديات والمخاطر، نجد أن النموذج واضح ومباشر في عملية التعامل مع هذه الملفات وكيفية آلية التصعيد في هذا الجانب. مبادئ الحوكمة في القطاع العام. لعلنا نؤكد على نقطة مهمة جدا، بأن الحوكمة هي مجموعة من المبادئ والقيم التي تعزز حقيقة نتيجة مهمة، وهي أخلاقياتنا في العمل، أخلاقياتنا في العطاء، أخلاقياتنا في ممارسة جميع الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في حياته. لذا نجد أن القيم التي راح نشير لها هي قيم نعيشها ونتعايشها في حياتنا المباشرة الشخصية أو في أعمالنا أو حتى على مستوى الدول في القيام بواجباتها اتجاه سياسات الداخلية والخارجية وما إلى ذلك من الأهمية. لذا على المستوى الأهم دائما جانب الشفافية، ودائما ما نسمع عن مستوى الشفافية والإفصاح، وهذا لا شك أنه يعني يتداول في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ولكن ما نقصده هنا في جانب الشفافية من عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها طبقا بتطبيق يعني بأساليب تندرج ضمن إطار ولوائح وتعليمات القوانين والأنظمة، وكذلك على مستوى المعلومات وتوفيرها وتحتها للأشخاص المتأثرين بالقرارات ومضامينها والمعلومات الكافية وجاهزيتها أمام يعني متخذي القرار. وهو لا شك أننا نشهد مثل هذه القيم دائما في يعني في جميع المستويات، على مستوى السلطة وعلى مستوى حتى التعامل مع كثير من القرارات الفترة الأخيرة. لأننا شهدنا في جانب الشفافية ما تم التعامل مع ملفات الفساد، وتم يعني تقديم مستوى عالي من الشفافية والإفصاح، مما جعل حقيقة يعني المملكة العربية السعودية من ضمن الدول التي تقدم مستوى عالي من النضج في الحوكمة. وبأهمية مكان الإشارة على هذا المبدأ المهم والقيمة الراسخة، أن جانب الشفافية والمساءلة والإفصاح تعمل بها القطاعات الأخرى في مضامين أهدافها المرحلية والاستراتيجية. لذا نجد في القطاع الخاص يتعامل مع الشفافية على أساس وضوح الممارسات وكذلك النتائج المالية من خلال إصدارات متخصصة لضمان التعامل مع الجمهور بكل وضوح وشفافية للأنشطة والممارسات التجارية التي تقوم بها الشركات. كذلك منظمات غير ربحية تسعى لهذا الجانب لإزاحة الصورة السلبية في جانب التعاملات الغير شرعية أو غير نظامية من خلال إفصاحها. ونجد أنه على مستوى الدولة مستوى الشفافية أوسع وأكبر من ذلك، يشمل عدد من الممارسات مثل ما أشرنا إليها في جانب القوانين والأنظمة والممكنات لأصحاب القرار وما إلى ذلك في رفع مستوى هذا النضج. كذلك لدينا من المبادئ المهمة المشاركة، مثل ما أشرنا سابقا في جانب المرجعيات، وأشرنا إلى جانب الانتخابات البلدية كيف أن المشاركة أهمية سواء على مستوى المجتمع، أو كذلك ما أشرنا لدور الرجل والمرأة في المشاركة في المؤسسات، وليس نقصد بمشاركتهم في نطاق محدود، ولكن نتحدث عن وجود مؤسسات يعمل فيها كلا الطرفين الرجال والنساء لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك إتاحة الفرص على مستوى عالي ما بين الجنسين للحصول، كل يحصل على فرصته. وشهدنا هذا التحول بشكل كبير الفترة الأخيرة، واهتمام كبير جدا لتمكين المرأة حسب الرؤية لتكون هي شريك استراتيجي في تحقيق هذه الرؤية، وكذلك لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، وهي كفيلة وجديرة بذلك حسب ما أثبتت نفسها في عدد من المحافل الدولية والمحلية. كذلك من المبادئ الحوكمة في القطاع العام المساءلة والمحاسبة. لا شك أن المساءلة والمحاسبة هي من المعايير ذات الأهمية جدا، بمكان أن تكون فاعلة وليست نظرية. والسبب يعود لوجود تصنيفات دولية لعدد من الدول
قد يسمع البعض حينما يأتي الحديث عن الدول الفقيرة والدول ذات المستوى الاقتصادي المتردي، دائما ما يشار بأن هذه الدول ضعيفة نظرا لوجود ممارسات فساد، ومن هنا لا يوجد لا مساءلة ولا محاسبة، مثل ما يقال بالعامة لا حسيب ولا رقيب للممارسات التي تقع فيها. لذا جانب المساءلة والمحاسبة من المبادئ الرسيخة الراسخة عفوا في القطاع العام، وذات الأهمية حقيقة الكبيرة جدا لتعزيز هذه المنظومة. وشهدت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة حقيقة تقدم كبير جدا في هذا الملف، مثل ما ذكرنا سابقا في التعامل مع يعني مع عدد من المؤسسات وعدد من الأفراد على ممارسات الفساد وعلى التجاوزات اللا أخلاقية التي لامست يعني المال العام ولامست يعني أصول الدولة، وكذلك غيرها من الممارسات التي أدت إلى تعطل في جوانب كثيرة من جوانب التنمية. ولذا كان القرارات التي اتخذت بحزم وبقوة من الدولة ساعدت في رفع مستوى الثقة في مؤشر الثقة الدولية، ولعل الجميع شهد هذا المستوى التقدم الذي شهدت المملكة بسبب هذه الإجراءات الحازمة التي اتخذت لمواجهة هذه الممارسات اللا أخلاقية. كذلك الالتزام بالأنظمة، لا شك أن الالتزام بالأنظمة يعتبر من أهم الأسس التي تقوم عليها الحياة بشكل عام، لذا هي تساعد على تحقيق التوازن وتحقيق الأهداف المرجوة وضمان تحقيق الأهداف بأسلوب مهني يساعد على حصر وتقليل تلك المخاطر الناتجة أو المتسببة أو اللي قد تنشأ بسبب أو بآخر في الحد من الوصول للأهداف. لذا الحوكمة تعمل على تعزيز هذه القيمة وتجعل منها ذات يعني قيمة مؤثرة في منظومة العمل الحكومي أو الحوكمة في منظومة الحكومة. كذلك لدينا من المبادئ المهمة حفظ المال العام، وكما أشرنا سابقا بأنها ذات أهمية قصوى حقيقة نظرا لارتباطها في حماية وصيانة المال العام من أي اعتداءات أو تصرفات ينتهك فيها الصفة العامة، وكذلك لضمان تحقيق التنمية واستدامتها وضمان وجود يعني أو حصر المخاطر التي تعيق عجلة التنمية في الدولة بجميع مرافقها ومؤسساتها المختلفة. لذا كان لحفظ المال العام يعني أهمية في إطار الحوكمة في القطاع الحكومي، وذات يعني قيمة عالية في وزن الحوكمة. لذا نجد أن جميع الإجراءات السابقة والمبادئ تعمل كذلك على تعزيز هذا المبدأ، وكذلك تعزيز القيم الناتجة من هذا المبدأ في القرارات وفي الممارسات التي دائما ما تقدم على أساس الحوكمة. كذلك لدينا في من مبادئ الحوكمة الكفاءة والفاعلية، ومثل ما تحدثنا سابقا أو في بداية حديثي أشرت لنقطة مهمة بأن الحوكمة يعني هي إطار يقع على مسؤوليته على عاتق الجميع في الالتزام في التعامل مع منظومة الحوكمة التي تلامس احتياجاتنا اليومية والمهنية وما إلى ذلك. إلا أن مستوى الكفاءة والفاعلية في القطاع الحكومي للتعامل مع هذه الملفات بات واضحا من الاختيارات التي والترشيحات والاستقطابات التي عملت عليها رؤية المملكة في الفترة الأخيرة. فنجد أن التركيز على مستوى الكفاءة بنسبة كبيرة وإعادة هيكلة كثير من الأنظمة في الأجهزة الحكومية لتكون مستوى الكفاءة والفاعلية في الدرجة الأولى من التقييمات ومن الاستثمار في الرأس المال البشري وفي النقل المعرفي والتقني وما إلى ذلك. لذا نتكلم عن الأهمية بمكان وجود منظومة مساعدة في هذا الجانب لتحقيق احتياجات المجتمع باستخدام أمثل الموارد المتاحة وتعزيز هذه القدرات. لدينا سؤال ثالث على نمط الأسئلة السابقة راح نشارككم إياه الآن ومن ثم نشارك الإجابة. سؤالنا الثالث، برأيك ما أهم مبادئ الحوكمة التي يمكن تطبيقها في مؤسسات القطاع الحكومي؟ هل هي الإفصاح والشفافية
أم المساءلة وكفاءة الأداء؟ أم القيم الأخلاقية والنزاهة؟ أم المشاركة في اتخاذ القرار؟ أم مكافحة الفساد وسيادة النظام؟ أتمنى من الجميع أن يشارك في هذا الاستبيان أو هذا الاستفتاء على الأجوبة لنطلع على مستوى الاهتمام أو الرأي، مشاركة الرأي في هذا الجانب، ولعلنا ما نشهد من مبادئ وقيم في هذه الإجابات قد تختلف في قراءة البعض لها، ولعل الاختلاف واضح من النتيجة، وجود تقارب حقيقة في النتائج هو مؤشر إيجابي، لأنه في الحقيقة ما ذكر في هذا السؤال قد يرتبط الإجابة بجميع ما ذكر، ولكن أردنا أن نعرف مدى الاهتمام والتركيز في هذا الجانب. 22% يرى أن الإفصاح والشفافية، و 29% يرون أن المساءلة وكفاءة الأداء، و 14% القيم والأخلاقية والنزاهة، و 5% المشاركة في اتخاذ القرار، و 31% مكافحة الفساد وسيادة النظام. لعلنا نعلق برضو، تترك الإجابة، أرجو من الزملاء يعني ننقل الإجابة للتعليق قليلا لو ترجع الإجابات. طيب، بس تعليقا على الأجوبة السابقة، في جانب مهم جدا حقيقة، يعني لو أخذنا على مستوى الحوكمة عشان نكون نفهم الحوكمة بشكل أدق، احنا نحتاج أننا نفهم أهداف الحوكمة. الحوكمة مرت بمدارس مختلفة خلال الفترة السابقة، ولعل هذه المدارس وهذه النظريات التي قدمت جميعها تتفق في قيمة ذات أهمية يعني قصوى، نقدر نقول خلاصة النتيجة من التطور اللي جالس يعني يمارس في تطوير هذا الفكر، فكر الحوكمة وتطبيقاته، وصلوا إلى أن الأخلاقيات هي في الدرجة الأولى ومن القيم التي يجب أن تكون ذات أثر وتأثير في مفهوم الحوكمة. لذا يعني يوجد شخص يعرف بالأب الروحي للحوكمة ومعروف باسم كينغ، قدم سلسلة من النظرية من التطوير، عمل على التطوير بنظرية الحوكمة حتى وصل لمستوى متقدم بإصدارات له، بأنه يرى أن الحوكمة هي القيادة الأخلاقية كما عرفها في ذلك. لذا نجد أن مفهوم القيادة الأخلاقية والممارسات الأخلاقية يندرج تحتها الإفصاح والشفافية والمساءلة والالتزام ومكافحة الفساد والمشاركة. ولعل في هذه الإجابة وهذا الاستبيان في جانب القيم الأخلاقية والنزاهة مهم ذات أهمية قصوى حقيقة في تحقيق هذه الفاعلية وهذا المفهوم. إذا نستكمل عرضنا، طبعا ننتقل لمستوى الهيكلة والمسؤوليات والأدوار في الحوكمة في القطاع العام. نظر على هياكل ومؤسسات القطاع العام وارتباطها تختلف حقيقة الهياكل التنظيمية من وزارة إلى وزارة، ومن مؤسسة إلى مؤسسة، ومن هيئة إلى هيئة، نظرا لاختلاف طبيعة الأنشطة والأدوار التي تقوم فيها. ولكن من منظورنا المهني ومن منظورنا الواعي بأهمية الحوكمة ووجودها، حينما تقع الأنظار على الهيكلة عند المختصين بالإمكان أن يقرأوا منها ما لا يقرأ من الهيكل الذي أمامنا بالشكل المباشر. بمعنى دائما وجود مستويات ووضوح في الهيكلة وإطار ينظم هذه العلاقة وهذه المستويات، ووجود بعض المستويات الرقابية والتنظيمية لهذا الهيكل، يعطي تصور واضح أننا نتعامل مع هياكل احترافية، وبنفس الوقت يعطينا رسالة أولى على مستوى النضج الموجود في تلك الجهات الحكومية من ممارسات للحوكمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لذا من الهيكل الذي أمامنا وهي في وزارة الصحة، يعني كنموذج أو مثال لتوضيح في الهياكل، نجد أن المستويات الإدارية واضحة
بأوصافها الوظيفية ووجود فصل في تلك الوظائف بناء على المسميات المحددة لكل مستوى، وجود مراجعة داخلية. وهذه بالمناسبة أي مثل ما أشرت في السابق، وجود الأجهزة الرقابية أو الإدارات الرقابية التي تعنى. إحنا نتحدث اليوم في هذا نتحدث عن الإطار هذا داخليا، ولكن يحاط بهذا الإطار أو بهذه الهيكلة ارتباطات خارجية من أجهزة رقابية مرتبطة بمؤسسات حكومية غير الأجهزة الرقابية الداخلية. فلما نجد وجود أهمية وجود إدارة متخصصة أو وحدة متخصصة في المراجعة الداخلية تقوم حقيقة بدور فاعل لتعزيز مفاهيم الحوكمة وفاعليتها، فندرك أن هذا أو هذه الممارسة أو هذه الهيكلة هي هيكلة ترتبط بمفهوم الحوكمة وتطبيقاتها بالشكل المطلوب. لدينا نموذج ثاني مثلا مؤسسة التقاعد العامة للتقاعد، نجد أن الهيكل كما هو أمامكم واضح جدا وبسيط، يوضح حقيقة وجود مجلس إدارة ووجود مستويات إدارية وكذلك فصل وتنظيم لتلك الوظائف. وجود نقاط مهمة وهذه راح يعني نعتبرها ذات قيمة كبيرة جدا، لو كل ما بدأنا نتعمق في الهياكل نجد أنها تنضج في مفاهيم جديدة. نتكلم بالقطاع العام مثل وجود لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة ولجنة حوكمة ومخاطر والتزام، وكذلك وجود لجنة الترشيحات والمكافآت. وهذه اللجان يعني بأهمية مكان أن الحوكمة تعمل على تنظيم مجلس دور تحقيق فعالية مجلس الإدارة وتنظيم العلاقة بين المجلس والإدارة التنفيذية من خلال وجود تلك اللجان الممكنة حقيقة المجلس الإدارة في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها. وهذا يعطينا مستوى عالي من النضج في تطبيقات الحوكمة في هذه المؤسسة أو المؤسسات المماثلة في هذا النموذج. كذلك لدينا من المؤسسات الحكومية هيئة العامة للطيران المدني، ونجد كذلك كما هو أمامكم الهيكل التنظيمي، وجود مجلس الإدارة وارتباطه بعدد من يعني المكاتب وعدد من الإدارات وتوصيف لتلك الإدارات والجهات التي ترتبط بهذا المجلس، وكذلك وجود في هذا الهيكل المراجع الخارجي والمراجع الداخلي. وكما أشرنا كلما زادت أعداد يعني وجود هذه الأجهزة الرقابية كلما زادت الثقة حقيقة في فاعلية الحوكمة. ولا ننسى بأن المؤسسات الحكومية بشكل عموم ترتبط كذلك بأجهزة رقابية خارجية غير الأجهزة الداخلية التي تقيم فعالية الحوكمة لديها. طبعاً الهياكل السابقة هي هياكل تساعد على عملية التنظيم ووضوح المسؤوليات أو مستويات المسؤوليات على حسب التسلسل الهرمي وكذلك على مستوى كل إدارة أو كل فرد في المنظمة، إلا أنها لا تكتفي بذلك. فيجب وجود لتعزيز الحوكمة حقيقة في تلك الهياكل وجود بما يعرف بمصفوفة الصلاحيات والتي تبنى على أساس الهيكل التنظيمي بحيث تناسب عناصر المصفوفة من الأعلى أو تنساب عناصر مصفوفة من الأعلى الهيكل إلى أدناه، وتحقق لنا أهداف هذه المصفوفة ضمان فاعلية اتخاذ القرارات وتلافي الازدواجية في الصلاحيات، وكذلك تعزيز وتشجيع مبدأ تفويض الصلاحيات بصورة متوازنة، وكذلك العمل على تحقيق التوازن الدائم بين الصلاحيات والمسؤوليات لكل مستوى وظيفي، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المساءلة وتوضيح قنوات الاتصال لزيادة الكفاءة والفاعلية في اتخاذ القرارات. كذلك لدينا من تلك الأهداف في مصفوفات الصلاحيات توثيق الصلاحيات الوظيفية بشكل تفصيلي وواضح لتعزيز مبدأ المحاسبة والمسؤولية. لدينا نموذج للتوضيح وهو نموذج لجدول الصلاحيات في هيئة حكومية كيف تعمل بمنهجية تحديد تلك الصلاحيات. فوضعت الصلاحيات ووضع كل مسؤول ودوره في اتخاذ القرار أو الصلاحيات الممنوحة للبت في تلك البنود التي تتضح أمامكم. ولا شك أنها يعني هذه الصلاحيات دائما ما يتم تحديثها بناء على متغيرات قد تطرأ
داخليا أو خارجيا تكون مؤثرة في إعادة تشكيلها وتغييرها حسب الاحتياج. فالحوكمة تعنى حقيقة في وجود صلاحيات واضحة ومحددة لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة مثل ما أشرنا في المبادئ السابقة. لدينا السؤال الرابع والأخير والذي أتمنى من الزملاء أن يشاركوا يقدموا الآن. الحقيقة أن الغرض من هذه الأسئلة ومشاركتها مع الجميع تحقيق الفاعلية، وأنه لا نكون يعني تقديمنا فقط على نمط واحد وإنما يكون فيه فاعلية. أتمنى من الجميع المشاركة لأهمية حقيقة هذه الإجابات على التعزيز يعني تصورنا من خلال الفهم الذي نقدمه في هذه الندوة. السؤال أمامكم، من المسؤول عن الحوكمة في المؤسسة التي تعمل فيها؟ أتمنى طبعاً أن تشاركوا في هذه الإجابات. لدينا مجلس الإدارة، الإدارة العليا ممثلة بالوزير والوكلاء المساعدي، الإدارة القانونية، المراجعة، الداخلية. طيب نشارك الإجابة. كما يظهر أمامكم 40% يرون أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن الحوكمة في المؤسسة، وكذلك 36% الإدارة العليا ممثلة بالوزراء والوكلاء ومساعديهم، و11% الإدارة القانونية، وعندنا المراجعة الداخلية 14%. طبعا لما نتحدث عن الإدارة العليا ممثلة بالوزارة والوكلاء ونتحدث عن مجلس الإدارة، فإحنا نتحدث عن سلطة عليا في جميع المستويات، بمعنى سواء وجدت في مؤسسات حكومية أو في وزارات على حد سواء، بمعنى أنها الإجابتين الأولى والثانية هي إجابتين مماثلة أو قريبة من بعض، لأنها تتحدث عن مستوى وهو مستوى الأعلى في أي منظمة وجدت، سواء كانت في قطاع خاص أو حكومي أو قطاع غير ربحي. فنجد دائما المسؤولية أو المسؤول عن الحوكمة في المؤسسة التي يعني أو التوصيف الدقيق جدا في هذا الجانب. من أشار للمراجعة الداخلية، وأنا أعتقد من الزملاء المهنيين، نتحدث عن من المسؤول عن الحوكمة في المؤسسة التي تعمل فيها، وليس من المسؤول عن فاعليتها. إحنا نتحدث عن توفرها أو وجودها لتحقيق منظومة الحوكمة كما هو معلوم عند خطوط الدفاع الثلاث في مهنة المراجعة الداخلية. ننتقل أو نستكمل ما لدينا. طبعا من المسؤولون في نموذج خطوط الدفاع الثلاث؟ وهذا النموذج يعمل فيه لمعرفة المسؤوليات، وإن كان في جدل كبير جدا على هذا النموذج، ولكن هو أكثر نموذج يوضح لنا مستوى المسؤوليات، بمعنى أنه لدينا مستويات متفاوتة. لدينا الإدارة العليا والتي تعنى في الضوابط الإدارية والرقابية، ولدينا مستوى تنفيذي في الإجراءات والأدوات الرقابية، وكذلك لدينا لجنة المراجعة أو المراجعة الداخلية وما تقوم فيه، وهي خط الدفاع الثالث دائما كما هو معروف في تقييم مدى كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية ومنظومة الحوكمة، بالإضافة إلى لدينا الأجهزة الرقابية الأخرى والتي ذكرنا ذات علاقة وطرفية خارجية تعمل على الرقابة على هذه المنظومة وفعاليتها. كذلك لدينا التشريعات والأنظمة والقوانين التي تساعد على هذا الالتزام. كذلك لدينا أدوار في جانب آخر لتعزيز مفهوم الحوكمة، ومن تلك الجوانب والأدوار اللي هو الإطار الرقابي، والذي يندرج تحته مجموعة من البنود التي سوف نشير لها، ومن تلك الجوانب الالتزام. ويراد بالالتزام بالمبادئ الحوكمة وبرامجها، وكذلك الالتزام في أطر إدارة المخاطر وفعاليتها، والواجبات والمسؤوليات القانونية والتنظيمية والسياسات والإجراءات والالتزام بها، والحفاظ على هيكلة المنشأة والعلاقة الداخلية والخارجية، هذا على مستوى إطار الرقابة في الحوكمة. كذلك على مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات العمل، لدينا معايير السلوك المهني وأخلاقيات العمل، ووجود سياسات معتمدة من الإدارة العليا تحدد إطار المعايير والأخلاقيات، ووجود دليل للسلوك المهني وأخلاقيات العمل وتعميمه على العاملين. كذلك من أطر توفير
الأدلة التفسيرية والإرشادية وعقد البرامج التدريبية والتوعوية، وضع وتنفيذ إطار للمخاطر الخاصة بالسلوك المهني وأخلاقيات العمل، وجود آلية واضحة ومعممة حول الإبلاغ بخصوص أي من الانتهاكات لأخلاقيات وسلوكيات العمل، التقييم الدوري للسياسات والأدلة الخاصة بالمعايير. جميع ما نتحدث عنه هو في إطار الرقابة على منظومة الحوكمة وأهميتها في منظومة العمل. كذلك على مستوى الاستراتيجيات وتنفيذ القرارات لدينا ما ارتباط مباشر في هذا الإطار الرقابي من ناحية دعم استراتيجية المؤسسة في تنفيذ قراراتها على مستوى الإدارة العليا، وكذلك تنفيذ استراتيجيات المنشأة باختلاف توصيفها وضمان تدفقات المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة من الإدارة العليا، وضمان المساءلة من خلال التواصل مع أصحاب المصالح في المؤسسة والمجتمع الخارجي، وكذلك العمل كقناة تواصل بين أصحاب المصالح والإدارة العليا. كذلك لدينا الدور التنظيمي والإشرافي الإداري على إجراءات الحوكمة، ومنها المراقبة أو مراقبة امتثال الإدارة للتفويضات الدائمة من المجلس أو من السلطة العليا أو من الإدارة العليا، والإبلاغ عن أي انتهاكات لتلك التفويضات، التأكد من سلامة وإجراءات مجلس الإدارة واللجان التابعة لها، كذلك إعداد المحاضر والاجتماعات وتوثيقها بالشكل الذي يتناسب مع بقاء واستدامة هذه المعلومات لعدم يعني تبعثرها أو فقدها في ارتباطها بقرارات قد تكون قرارات استراتيجية تتطلب وتوثيق جيد لهذه المعلومات، إدارة واعتماد الوثائق الرسمية والإشراف على حفظ الوثائق وإدارتها. الدور التثقيفي والتوعوي لا شك أنه مهم جدا دائما في إطار رقابي، مثل عقد الورش التطبيقية للفريق والتنسيق المشاركة في البرامج التطويرية والتأهيلية، الاطلاع المستمر على مواكبة أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، الاستعانة بالخبراء والمختصين في تصميم السياسات والأدلة الخاصة ونقل المعرفة بشكل احترافي، حضور وتنسيق مشاركة الفريق في المؤتمرات والندوات التخصصية، والحصول على العضويات من المجتمعات المهنية المتخصصة في ذلك. طبعاً لعلنا نتحدث قليلاً بشكل يعني مرن بشكل كبير عن الحوكمة في ظل جائحة كورونا. لعلنا شهدنا في بداية الأزمة، ونتكلم بكل وضوح وشفافية عما حدث وعما يحدث الآن، وعلى أساس نفهم الحوكمة بشكل جيد وكيف أن الإجراءات التي أحيانا تتخذ تتطلب مستوى عالي من التنظيم للوصول للنتيجة بشكل دقيق. منذ بدأت الأزمة وكان جهود المؤسسات الحكومية جهود ملموسة حقيقة في جميع المستويات، سواء على مستوى التوعية أو على مستوى إدارة هذه الجائحة، ولا شك العاتق الكبير أو المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وزارة الصحة، مشكورة بما تقدم من جهود نوعية ونجاحات غير مسبوقة حقيقة على مستوى الدولي وكذلك على مستوى الجغرافي الإقليمي. نشهد يعني إدارة احترافية تقوم على حصر هذه المخاطر والتعامل معها بشكل احترافي، كما أنه لدينا كذلك عدد من الأجهزة الحكومية الأخرى التي تقوم بدورها. ما كان في بداية الأزمة، وهذا لا يعني قصورا في بعض المؤسسات ولكن هي اجتهادا، وجدنا أن بعض المؤسسات الدولة قامت بجهود ارتجالية إن صح التعبير، أو جهود يعني كانت تراد منها أنها تكون جهود نوعية في إدارة يعني بعض الأمور من طرفها في يعني تفويج هذه الأزمة والتعامل مع ملفات التصاريح وما إلى ذلك، حتى وصلنا لمرحلة أن وزارة الداخلية أشارت أو يعني خرجت بصفتها النظامية والمسؤولية المباشرة بأنها هي المصدر الوحيد، وأشارت بأن جميع التصاريح التي تصدر من الجهات الأخرى ليست فاعلة وليست محل يعني ليست في محل النظامي الذي سوف يصدر منها كوزارة. هذه الممارسة أو هذا الواقع اللي إحنا نشهده، كيف إعادة الملفات والمسؤوليات
لكل طرف في هذه الجائحة وتحديد كل دور من هذه الأدوار لأجل الوصول لحوكمة إدارة هذه الأزمة. فنجد أن وزارة الإعلام بدأت تسحب الملفات الإعلامية من جميع الجهات وتتعامل معها من طرفها. وجدنا أن وزارة الداخلية بدأت تسحب الملفات التي تعنى في الجانب الأمني وإدارة المرافق وإدارة يعني البشر بشكل عموم من طرفها. وجدنا أن وزارة الصحة عملت على التفرغ للتركيز في الحالات الصحية والتعامل معها. هذا النموذج الذي شاهدناه نموذج نوعي حقيقة يلامس مفهوم الحوكمة من ناحية الإدارة، وإن كان البعض لا يشعر فيه ولا يعني يدرك أن ما يدار الآن وأن هذه الملفات حينما يعاد ترتيبها من جديد وتحديد مسؤولياتها من جديد وإعادة صياغتها بهذه الأساليب هي تعود في الدرجة الأولى لحوكمة هذا العمل وتنظيمه في ظل الفاجعة والمفاجأة في هذه الأزمة التي أربكت كل المؤسسات العالمية فضلا عن المؤسسات المحلية على المستوى الحكومي. كما أننا وجدنا حقيقة في هذه الجائحة على مستوى الحوكمة كتطبيق عملي وكممارسة اليوم عملية أن لدينا في القطاعات كذلك أدوار مباشرة ارتبطت في تعزيز هذه الممارسة. ولذلك كان للدور الحكومي في كثير من القرارات التي اتخذتها استشعارا من المسؤولية في المجتمعية وكذلك الاقتصادية، عملت على اتخاذ مجموعة من القرارات والعمل على الإفصاح التام والمباشر لتحقيق هذه المصلحة والتوازن بين المؤسسات وبين أفراد المجتمع في تنظيمها، سواء على مستوى الوزارات المعنية بسوق العمل أو التي تعنى في التعويضات والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو كذلك للجهات الأخرى والمؤسسات المالية التي قد تحدث يعني هذه الأزمة أثرا سلبيا على مستوى أدائها ونتائجها. لذا كانت القرارات والإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها المملكة على مستوى عالي جدا وينبع عن نضج في الحوكمة، وأننا ننتقل للمرحلة المتقدمة من مستوى النضج للحوكمة. ومثل ما ذكرنا قد يكون بعد هذه المحاضرة الكثير يبدأ ينظر بمنظور الحوكمة لكثير من الممارسات، وهذه هي يعني العين الصائبة لقراءة كثير من الأحداث، لأن لا يوجد إجراء يتخذ ولا يوجد قرار يعني يتم إصداره إلا هو مبني على أساس هذا المفهوم على هذه المرتكزات. وإن كنا نشعر يعني قصور الإعلام دائما في توضيح هذه الأدوار المباشرة لتحقيق هذه المفاهيم والتعامل معها. لذا اليوم ما نشهده من الحالة التي نباشرها جميعا في مسؤولياتنا، اليوم مسؤولياتنا في إبقائنا في منازلنا وتعاملنا مع الأزمة بالالتزام، هذه واحدة من القيم التي تؤكد عليها الحوكمة في ارتباط كل طرف أو كل فرد من أفراد المجتمع مع هذه الأزمة، وتقع مسؤولية كل شخص بمستوى التزامه نحو مجتمع. فجميع هذه الممارسات وما نشهده اليوم في جائحة كورونا، وإن كنا ننظرها كأزمة يعني وباء، ولكن في جانب آخر ننظر لها على مستوى الحوكمة وتطبيقاتها ومفاهيمها بأنها ممارسة عملية وتشهد يعني حراك نوعي لتطوير هذا النموذج وتعديل، يعني بين فترة وأخرى نشهد هذا التحول وهذا التعديل حتى ينضج لدينا نموذج عملي، وقد وصلنا لهذا المستوى من النموذج الذي ينظم هذه العلاقة ويجعل التعامل مع هذا الملف أكثر سهولة وسلاسة، والسيطرة على هذا التحدي أو هذا الوباء بنسبة كبيرة جدا من الاحترافية والمهنية. الآن طبعا في خبر بالمناسبة أشارككم هذا الخبر، وجدته يعني أعجبني في وصلني قبل كم يوم وحبيت أني أضيفه وأشارككم فيه، مما يؤكد حقيقة دائما اهتمام الدولة بجميع أجهزتها بالحوكمة وما إلى ذلك. يوم الثلاثاء الماضي طالب مجلس الشورى هيئة مكافحة الفساد بالعمل على مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة لضبط منظومة العمل الحكومي. هذا طبعا الخبر يؤكد على ما أشرنا سابقا
للتوجه الحكومي في تعزيز مفهوم الحوكمة ومؤسساتها ويعني الممارسات الداعمة التي تقدمها عدد من مؤسسات الدولة لتصحيح هذا المفهوم ورفع مستوى الالتزام فيه ونقل التوعية والمعرفة لجميع الأفراد الملامسين لهذا المفهوم الحوكمة. طبعا ننتقل الآن للأسئلة التي تم مشاركتها. سوف ناخذ بما أن الوقت محدود جدا لدينا، فإحنا نعتذر من الجميع على الأسئلة، ولكن أكد أنه المجال مفتوح للتواصل معي شخصيا ولأي سؤال يتطلب إجابة لم نستطع أن نجيب عليه خلال الأسئلة الآن، ولكن سوف أخذ 5 أسئلة تقريبا لإجابة عليها نظرا لضيق الوقت. لدينا سؤال يقول: هل فعلا يتم تطبيق الحوكمة وفرض على المؤسسات المالية وإصدار أنظمة للحوكمة؟ نعم، مثل ما أشرنا سابقا بأن المرجعيات التي تعمل على تعزيز مفهوم الحوكمة منها مؤسسة النقد، والتي تعنى في المؤسسات المالية وتعنى في إصدار يعني المعايير أو الضوابط اللازمة وحوكمة تلك المؤسسات، لذا نجد أنها تقوم بدورها على أكمل وجه، بل أنها يعني تضع ضوابط عالية جدا لتعزيز الحوكمة في تلك المؤسسات بشكل يتناسب ما بين التنفيذ وما بين عفوا التطبيق وما بين تحقيق المصلحة منها. طيب، عندنا سؤال آخر يقول: ما هي الاستراتيجية التي ينبغي على إدارات المراجعة الداخلية الحكومية تطبيقها لجاه الحوكمة؟ سؤال جميل جدا ويؤكد على فعلا أهمية الموضوع. لما نتحدث عن دور المراجع الداخلي في تطبيق الحوكمة أو في عفوا في دوره لإنجاح الحوكمة، مثل ما ذكرنا المراجع الداخلي يقوم بأنشطة رقابية وتعنى في الدرجة الأولى من تعزيز 3 مرتكزات أساسية، وهي تعزيز منظومة الرقابة الداخلية وكذلك إدارة المخاطر وفاعلية الحوكمة. ولا شك أن هذا الدور المصاحب لتلك البرامج والأنشطة التي يقوم بها المراجع الداخلي من ناحية ضمان الالتزام بتطبيق الأنظمة والالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات التي يتم اعتمادها من أعلى سلطة في تلك المؤسسة، هي واحدة من الممكنات التي يعمل عليها المراجع الداخلي لتعزيز الحوكمة، فضلاً عن الجهود التي يقدمها في منح استشاري من ناحية التوصيات التي يشارك فيها من منطلق الخبرة مع تلك الإدارات ومع تلك المستويات لتعزيز مفهوم الحوكمة. لذا نؤكد دائماً على أن الحوكمة بوجود المراجعة الداخلية تصل لمستوى عالي من النضج ومن التطبيق الذي يراد لها. سؤال يقول: ما هي أدوار مكاتب تحقيق الرؤية في الحوكمة؟ لا شك هو نموذج اليوم، يعني مكاتب تحقيق الرؤية وجودها اليوم في ارتباطها لتحقيق فعالية أو لتحقيق النتائج المبادرات، واحدة من الأشياء التي تؤكد أهمية الدور الفاعل والمباشر للحوكمة، فهي معليش أنا لأنه تدخل علي الأسئلة بعض على بعض، فهي مرتبطة بمنظومة حوكمة مندرجة حسب الهيكل السابق اللي أشرنا له في بداية حديثنا، التابعة لمستويات أو المستوى الثالث من تنفيذ الرؤية، فهي في منظومة الحوكمة تعتبر في مستوى التنفيذي للحوكمة، وتعمل على تنفيذ أو متابعة تنفيذ تلك البرامج ورفع التوصيات، فهي تعمل بدور رقابي ومباشر لبرامج ومبادرات الرؤية. طيب، هل خصخصة القطاع العام يسهل حوكمته؟ ما في شك أنه اليوم مثل ما أشرنا في البداية بأنه واحدة من الأسباب الدوافع الأساسية للحوكمة وأهميتها التوجه للخصخصة في القطاع العام، وكما أشرت سابقا بأن النماذج التي فشلت على مستوى العالم في تطبيق الخصخصة كان يعود بسبب
ضعف الحوكمة حقيقة وقدرة إدارة تلك الدول لنموذج الحوكمة في مشروعاتها. لذا تعتبر الحوكمة في نماذج الخصخصة مهمة جدا، وخاصة في ضبط العلاقة بين الأطراف ذات العلاقة في هذا التحول الذي أشبه ما يكون دائما في تحديات، نظرا لانتقاله من الأسلوب الرعوي للدولة إلى أسلوب التحدي في القطاع الخاص والمنافسة، ومن ثم وجود ربما صعوبة في تحقيق هذا النموذج أو نجاحه. لذا الحوكمة واحدة من الممكنات الأساسية في الخصخصة. سؤال يقول: الوعي قليل عن حوكمة، متى يكون هناك وعي أكبر؟ سؤال جميل. نحن نتمنى حقيقة أن تبذل جهود أكبر تثقيفية وتوعوية في جانب الحوكمة، لأننا نتحدث عن ممارسات يجب أن تكون وفق ممارسات أخلاقية. وبالمناسبة زي ما أشرت سابقا بأن الحوكمة، وأن كنا نتحدث عن ممارسات ومفاهيم حديثة في الإدارة، إلا أنها تعود حقيقة في صلب ديننا وتوجهاتنا الإسلامية. ورسول السلام يقول: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. فكانت يعني الرسالة واضحة بأن البعثة جاءت لإتمام هذه مكارم الأخلاق من خلال منهجية نبوية جعلت يعني جانب الأخلاق في أولويات الالتزام والممارسة في جميع المعطيات. لذا نجد يعني مواقف تاريخية، ومن ضمنها يعني دور النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة والنبوة. كان أعداء، وهم أشد أعداء، يشيدون دائما بالجانب الأخلاقي وحفظه لأمانات قريش والتزامه بالعهود وجوانب كثيرة من الأخلاقيات. لذا الحوكمة ليست منفصلة حقيقة عن هذه المفاهيم، بل هي امتداد لهذا الجانب، ولكن نضعها في إطار عملي حسب مفاهيم الإدارية والممارسات التي نعمل على تمكين الأفراد والمجتمعات لتطبيقها في أعمالهم وفي منظومة علاقاتهم. سؤال ثاني يقول: ما هو دور الحوكمة في القطاعات التعليمية؟ بالإمكان أن يعني نقول أن الحوكمة سواء في القطاع التعليمي أو غيره هو إطار أخلاقي ينظم، ولكن زي ما أشرنا الحوكمة تختلف في مبادئها من قطاع إلى قطاع. لذا نجد فإن مثلا القطاع الصناعي غير قطاع التعليم، والقطاع الخدمي غير قطاع القطاعات الأخرى التي قد الصحي مثلا. فنجد هذا التفاوت يعود بناء على المرتكزات الأساسية للقطاع، وإن كان وجد إطار عام لتنظيم هذه المنطلقات، ولكن تفاوت الأهمية النسبية لتلك المبادئ والتركيز بنسبة أكبر على تلك المبادئ والقيم التي تحتضنها الحوكمة فهي تختلف من جهة إلى أخرى. سؤال يقول هنا: ما هو، جاوبنا عليه كذلك، دور المراجعة الداخلية. كثير يسأل عن دور المراجعة الداخلية في الحوكمة، زي ما أشرنا سابقا مهمة جدا، وبل أنا من وجهة نظري في حال عدم وجود مراجعة داخلية في منظومة تزعم عندها الحوكمة فهي بالنسبة لي قد تفتقر بنسبة كبيرة إلى 90% هي صورية وليست فاعلة، لأن أهمية المراجعة الداخلية صراحة أهمية يعني جدا قصوى في موضوع فعاليتها. يقول هنا سؤال: هل فعلا يتم تطبيقها وفرضها على المؤسسات المالية وإصدار الأنظمة؟ نعم، في مساءلات وفي محاسبات. بالمناسبة من يتابع نتائج يعني أخبار هيئة سوق المال يعني يجد أن دائما ما تصبح بنا بعقوبات وغرامات على شركات مدرجة غير ملتزمة حقيقة في منظومة الحوكمة، وبدأنا دائما نسمع عن العقوبات التي تصدر الناتجة بعدم التزام الجهات والمؤسسات الدارجة تحت تصنيفها أو تحت مراقبتها بتطبيق الحوكمة، وهذا يؤكد على مستوى النضج. يعني ما هو الفرق بين الحوكمة وإدارة الجودة في القطاع الحكومي؟ سؤال جميل. الحوكمة يندرج تحتها مجموعة من الممكنات التي تساعد، يعني لا يمكن مقارنة الحوكمة بالجودة، ولكن الحوكمة هي المظلة العامة التي يندرج تحتها عدد من الممكنات التي تساعد المنظمة أو المؤسسة الحكومية أو غيرها من القيام بواجبها وأدائها على شكل مؤسسات، وبالإضافة إلى تعزيز استدامة أعمالها.
لذا نجد أن الحوكمة دائما تعمل على توفير هذه الأدوات من ضمنها والممكنات من ضمنها الجودة بحسب احتياجها في القطاع. ودائما ما تكون واحدة من يعني أدوات الممكنة لتعظيم يعني جودة العمل واستدامة العمل ومخرجاته. أنا قلت 5 أسئلة ولكن يبدو أن الأسئلة كثيرة، فلعلنا نأخذ سؤالين ونختم فيهم. يقولوا هنا: ما مدى تأثير عدم تطبيق الحوكمة في إحدى الجهات على باقي الجهات؟ جميل برضو سؤال يعني ناتج عن وعي كبير جدا. وعيد السؤال، يقول: ما مدى تأثير تطبيق أو عفوا عدم تطبيق الحوكمة في إحدى الجهات على باقي الجهات؟ عجبني حقيقة السؤال جدا لأنه يؤكد على فهم عميق للسؤال. بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، فعلا الحوكمة تؤكد على الارتباط يعني المؤسس بين جميع أجهزة الدولة وأهميتها وانعكاسها وتأثيرها على هذا الجانب. لذا نجد أن يعني في مؤسسة حكومية قد تكون عندها مستوى النضج عالي في تطبيق الحوكمة، بينما ارتباطها عمليا في مؤسسات أخرى من مؤسسات الدولة التي لا تمارس الحوكمة كما يجب قد يؤدي إلى التأثير المباشر على صورتها النمطية على مستوى المجتمع. ولو نرجع لما ذكرنا سابقا أن وجود يعني مؤسسة حكومية تعنى في تقييم أداء الأجهزة الحكومية كان هدفه أو الغرض من الإجابة على هذا السؤال لضمان يعني التقييم العادل للممارسات التي تقع في إطار الحوكمة من المؤسسات الحكومية وقياسها بشكل دوري وضمان نتائجها الإيجابية والتكاملية بين جميع الأطراف. لا شك أنها تتأثر، وهذا التأثر تم وضع مقياس له لاستنتاج هذا العام. في سؤال يعني مهم جدا يقول: هل يوجد لدينا معايير معتمدة للحوكمة المؤسسات الحكومية؟ حقيقة لا، وكنا نطالب حقيقة بوجود يعني تنظيم خاص للحوكمة وجهاز رقابي مستقل يعنى في تطوير هذه المفاهيم وتطبيقاتها على مستوى الحكومي. زي ما ذكرنا هذه الجهود تقام من خلال مؤسسات مختلفة في الدولة، ولكن لا يوجد لدينا المرجعية التي تصدر تلك المعايير، وإن كنا نطالب حقيقة بوجودها نظرا لأهميتها وتعزيز مستوى الرقابة عليها. نعم، في سؤال يقول: هل إدارة الالتزام تدخل تحت إدارة الحوكمة؟ نعم، إدارة الالتزام هي معنية يعني بالدرجة الأولى في تقييم مستوى الالتزام بالحوكمة، لأنها هي تقيم أو تعنى في جانب تقييم مستوى الالتزام على مستوى التعاقدات والاتفاقيات أو الأنظمة واللوائح أو السياسات والإجراءات. إذا لديها 4 مرتكزات دائما إدارة الالتزام هي تعنى فيها في هذا الجانب، والتي تعنى بالدرجة الأولى في موضوع تقييم الحوكمة. إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء. في الحقيقة أشكر للجميع حضورهم وتفاعلهم، وأتمنى أن كنا يعني خفيفين الظل عليكم في تقديم هذه الندوة، وأن ما قدم يعني وما يراد لهذا التقديم من هدف أنه وصل لمراده بإذن الله، وهو الوعي والتوعية حقيقة بجانب الحوكمة، وإن كانت الحوكمة هي أوسع وأشمل من هذه الساعة ونصف اللي قدمنا فيها، نظرا للبعد الذي يرتبط بجميع المستويات والإجراءات والممارسات. فلا شك أننا نحتاج يعني قد يكون أكثر من هذه المدة لتقديمها، ولكن قدمنا ما يمكن أن نقدمه في خلال هذه الساعة والنص. سأل المولى عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأوقات التي قدمنا فيها، وأن يكون ما قدمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله إياكم التوفيق والنجاح، وأشكر لكم حضوركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.